كده خلاص اهو. الراجل جامد قوي. يا سوري يا نهار اسود. ايوه الراجل كده. ايه المصيبه دي؟ في ايه؟ حلو قوي. في ايه؟ انت بتلبسها بقى؟ انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت. بعدين ايه؟ بعدين ما تبقى ست بيت. ست بيت؟ ايوه. جواز ايه ونيله ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات. يا سلام. طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحته واحد محنك معهوش الا ده. ايه؟ ايه؟ قومي بره. قومي كلميني بره. ايه يا جدو في ايه؟ ما بالراحه شويه، مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة. ايوه كده. مين اللي قايمة اهو؟ انا عارفه الارض من جنفلاتها. راحة. ايوه. هو راح فين؟ طلع بره. يلا. طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي. لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بتعالي حقيني. يا قطاطة. تعالي بقى. ماشي يا بندقية. هو الباب اللي مش عارفه هو فين. هو دينك فين؟ انت عايز ايه؟ تعالي اقعد، عايز اتكلم معاك. انا مش عارفه بس اعمل ايه. ايوه اقعدي يا اختي اقعدي اهو. ايوه قال انا منك مش عارفه ايه. نعم. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا بقول ايه؟ افرض اتجوزت واحد بكحيان وصدمان وطير السلك، تعمل ايه؟ انا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ ايوه ده حد ده من عمره. ما يمكن وانت قاعد دلوقتي يفرمك طول ماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدها معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفولي عليا وليا ليه؟ ربنا ياخدك. يا راجل انا ولا بحب ولا بتبين ولا يا عباس بيه، يا عباس بيه فهمني شويه. البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره دي ايه يا عمر؟ لا ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. ما اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلها ولا بتاع بقى. انت مش عارف، مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. صحصح كده شوية يا عباس. أنت جيت في مرة كده لواحدة كده رحت جايب لها صباع رز. جبت لها صباع رز مرة كده أنت فاكر؟ جيت في مرة رحت جايب لها مسكرة. جيت حسيتها في مرة كده في مرة من المرات كده إن هي بنت وكبرت وبقت عروسة وبقت حلوة وطلبها الأكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي أنا مش عايز العريس ده، لا أنا عايز العريس ده. فين الحاجات دي؟ أنت جد أنت؟ تمشي على كده. انا ما بحبش اسمع الكلام ده. تحكي حواديت وخلاص. خلاص يا اخويا ما انا بتاع. انت ما انا مش عارف معاك اي حاجه خالص كده. ما انت راجل ما تتعاشرش. طلعني. انا مش سايقاك. وعدها عدى من الليل. انتي عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي. وانتي والنبي عرفتي على طول بتخش برضه القلب. وكمان جمال وانوثه. تحبي منظمبليه؟ تحبي باديكير مانيكير؟ ادعك في كعب رجليكي اعمل لك مساج. انا بحبك قوي يا انوثه. والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه. اجيب لك تاكلي؟ لا ده مش نفسي هتاكل. حاضر يلا يا بنتي نحمده. هاتي الاكل. لا يا معلم. هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك في الزنزانه؟ يا اختي بخطيها ثواب. خدي كلي.
مينة. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني؟ اللي بالبيت دي صوتها حد قوي، ممكن تعمل شريك قوي او لولم. يا اختي شربات كلي يا اختي كلي، لان عاقب بعدين بقى عشان خاطر انا ريتي دلوقتي مزوده. لا 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 كلي يا اختي كلي، وشك اصفر عامله زي الوحده لما تبقى نفسها بعد الولاده. كلي كلي يا اختي كلي، الاكل هيبرد. بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل. كلي بعد ما زدتي عاقب. كلي يا اختي كلي يا اختي كلي. انا عامله زي طعميه. لا فضلت خيرك كفته. نعم النبي والنبي كفته. كفته؟ اه كلي. داني داني زلوتي زلوتي. هل رأيك حلوة مش كده؟ كلي يا اختي حلوة قوي. كلي كلي. ليش ايه رايك في الباروكه دي؟ حلوه. فراس امير مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطاط على ايديا المالين. وبات الكلام فراس صالح ما تفتح. حاضر حاضر يا سعاده البيت. حاضر. هيا عم صالح. ازيك يا سمير؟ ازيك يا لالا؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي، دي باروكه ممكن العب بيها شويه؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حته هديه، تعالي معايا اوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجه بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجه يا صالح؟ يا ليلى جوزك لايف على حته جديده، بس شكلها قلبت غرام وهيام. ازاي؟ بعدين هقول لك. امتى؟ قريب هقول لك ما تقلقيش. العسل يا ريس. طمنا عليها يا دكتور لو سمحت. هتقولي نبيل ان شاء الله لو قعدت 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر. 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى ال 179 سنة اللي فاتوا يعني يعدوا ال 24 ساعة دي. بعد إذن حضرتك. لميس. لميس إيه بس اللي أنت بتفكري فيها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ سرقتوا مني إيه، كينيا ولا طحان؟ تبادر؟ ولا خط المنبر؟ منبر؟ أنتوا خدتوا مني إيه؟ عملتوا عملية فتحتوا فين؟ انت فتحت في الدراع عشان تسرقوا مني دي. وانا دكتور انا مالي عملت ايه؟ انت وزكارة الاعضاء؟ نعم. انت بتتاجر في وزكارة الاعضاء؟ اعضاء مين؟ ايه اللي انت معلقهولي ده؟ ده الجلوكوز. جلوكوز؟ ده انا مش عايز جلوكوز، انا عايز سوبيا. سوبيا ايه؟ ما انت ما عايز سوبيا. عايز سوبيا او خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر جندي مين؟ وانت اللي حاطط عندك بدل يا عمر. فين لميس؟ يا عمر؟ ايوه فين لميس؟ لميس انا كلمتها وجايالي. لميس. الله. انا عايز لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين؟ ما انت بتنيلي قاعده اهو زي القرد. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فين لميس؟ عايز لميس. لميس يا حبيبتي يا عزاز يا لميس. يا حبيبتي وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. جملي حاطيني الابره في دماغي. سلامتك. حاطيني الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جدو. حبيبتي ما يغني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض، انا مستنيكي في المكتب. ماشي.
مع سلامة يا ميسو. ميسو كنت عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليك، عملوا فيك ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه، بعد الشر عليك، انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني، اجي لك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه شوكولاته. شوكولاته؟ اه. النبي؟ ايوه. ايوه قوي حبيبتي. منك هديك ليا ويدلعك ويجننك ويعطاك وياخذ الحلم يهد يمدك، ياخذ الحلم يهد يمدك. أم 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 أم. خلاص دلعتيني وهنمتيني، بقى إيه اللي حصل؟ حصل إيه؟ هيكون إيه يعني غير الحدوتة؟ يلا. حدوتة؟ بنت إيه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي أهو جاي لك أهو وجاي معانا كلوكوس. لحنية فاتت حية. انا اطلع لهارس ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليب؟ الديانه الديانه بتطبصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده من جنبه ده. هتطلع في بين في شباك. ايوه في بين ده. في شبال، في فوق، في تحت، في بطلة، في البين، في شبال، في فوق، يلا 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 في تحت. يلا فتحي يلا. وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمد يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده، الصبر حلم وكل وقت وله اداء، والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ آخ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ اقرا على روحك الفتح. إيه يا عم أنت يا عم؟ اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من اللندي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. اللمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول، مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامه يا شنتله. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدري عليا، لو ربنا كرمه وقام بالسلامي لدبح جدي ووزع على البلد كلتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 الكنز. سليبي الله 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 الله
الله. صل على النبي، اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بيخطرف يا رجال. إيه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. ألف حمد لله على السلامة. تمام، ده أنا دغدغتكم كلكم. أنتوا بتضربوني؟ عايز أنا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليم. أنا هتضربوا معاك نوريك أنت. يا انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سيليبي؟ والله فاكر يا فتحية، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا يا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حمد لله على سلامتك ان شاء الله. هاني ده شرع بعيد الشرع عليك يا فتحية. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي في حنية كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا حنيت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم؟ لا خد بالك بزيدي يا عم. استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت مفيش اي تمييز؟ مفيش اي تمييز؟ انت مش في لحظة هنا عاطفية تميز؟ لحظة فيه هنا ودن وحنان، يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكية. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى، وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه وكبلوا كلامكوا بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ما لهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. طب لكن ده شكله ده ضربني اني. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما اعتاد، وإن كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأنا هعمل إيه بالعقل؟ أنا عايز الكنز. أيوة كده صح يا عمدة، الكنز. وإنت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس إنت هلا وحط بلغة في بقك. إحنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي انا جا.